مدرب كبير. عايز بقى اديك حته كده، في كلام ان سان داونز طالبك. والله بص، والله ما اعرفش، والله انا لسه لسه سامع دلوقتي وانت بتقول، ولسه سامع انت بتقولي، فانا ما اعرفش والله حاجه زي كده. انا الفتره ديت والله قاعد في البيت اصلا مع اولادي وكده، من احنا واخدين اجازه زي ما انت عارف، فقاعد مع اولادي والله، وبعيد عن كل حاجه، فمريح دماغي يعني. طب دي بالنسبه لك حاجه حلوه ولا حاجه ما يعني ما تبصلهاش مثلا او لا تعليق؟ بص والله يعني هي من ناحيه حاجه حلوه، فاكيد دي حاجه حلوه، لان بالظبط طبعا الناس تبقى عارفه قيمتك. بالظبط بس في الاول لا، فانت اكيد انت شغال كويس، فاكيد في نادي عايزك، فاكيد دي بتبقى حاجه كويسه. غير بيبقى في انديه تانية يعني، وفي انديه تانية اصلا فبتبقى بتكلمك، بس الواحد ما بيرضاش يتكلم، لان طبعا انت عارف نادي الاهلي طبعا يعني انا اخترته. لا 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 لا، تعالى لي بقى، مش عديها. مش بيكلمني انا شخصيا، مش ايوه ماشي، ما انا عارف، بيكلم الوكله وبيكلم وكيلك. بالظبط. فعشان كده بقول لك، فالواحد فالحمد لله قافل كل حاجه، طبعا طبعا حبا في النادي الاهلي واحترام في النادي الاهلي وكل الحاجات دي. يعني انديه خارجيه حسين، معلش المقاطعه. خارجيه. خارجيه. طيب من الخليج يعني. تمام بس، فعشان كده بقول لك يعني، فهي دي النقطه يعني. فالحمد لله يعني الواحد بيجي كتير، بس هو الواحد مش ركز، اكيد كده اكيد يعني. الواحد بيشتغل كويس عشان كده ربنا بيكرمه بيجي له عروض، فهي دي النقطه اللي بقول لك عليها. بس كله خير يعني، فدي حاجه كويسه طبعا. بس طبعا انا مكمل مع النادي الاهلي يعني. طبعا طبعا النادي الاهلي ده كان حلمك. بس يعني وانا كمان يعني نفسي احقق طبعا بطوله افريقيا معاهم السنه دي ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونهديها للمؤمن زكريا ان شاء الله والجمهور يا رب. وانت جاي النادي الاهلي يعني بحب. الحمد لله. اكيد طبعا اكيد طبعا. وبايمان بالنادي الاهلي وبجماهيره. طبعا طبعا طبعا. النوعيه دي صعبه جدا. اي حد يتمنى يلعب نادي الاهلي فدي حاجه كبيره طبعا. طيب حسين.